أنا مسرور جداً بهذا الشرف، فأنا الوحيد من عائلة الأصابع الذي حظي بفرصة أن تكون له لوحة خاصة. أنا مميز. أستاذ إبهام، أحب أن أعرفك أفراد عائلتي. أهلاً أهلاً، أخوكم يتمتع بوجه مميز، ولذلك فاللوحة التي رسمتها له مميزة. عفواً، هل يمكننا أن نرى اللوحة يا أستاذ؟ أكيد أكيد. هذا أنا، هذا أنا. لا أبداً، إنها لوحة الإصبع ليزا، وهي تشبه إلى حد كبير رسوم عصر النهضة مثل لوحات دافنشي. جميل جميل. إنها هذه إذن. لا 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 يا عزيزي، أرجوك، هذه لوحة هي رعقلة الإصبع، وقد رسمتها متأثراً بالمدرسة الانطباعية. انظر، ألا تلاحظ الحيوية في اللوحة؟ إنها تعبر عن عواطف الفنان الجياشة. جميل جميل، مؤثر. هذه إذن، هذه؟ لا لا، لوحة السبابة أهم بكثير. هذه اللوحة تسمى أنف وثلاثة أصابع، ورسمتها متأثراً بصديقي الفنان بيكاسو، لذلك فهي تنتمي إلى المدرسة التكعيبية. رائع. انظر هنا، إنها تشبهك تماماً. أجل، كأنها أنت. لا، لكن ما هذه؟ إنها لوحة تجريدية، وهي تعبر عن الفراغ الكبير المحيط بك. لم أفهم شيئاً. ولا أنا. نقطة، أقصد لوحة رائعة وتشبهك تماماً. كم أنت مميز يا سبابة. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.